طب يا اخوانا، لسه طالع حالا من فيلم تاج لتامر حسني، اول فيلم ابطال خارقين في الوطن العربي. واه ما نقدرش نحسب فيلم موسى او الهرم الرابع لان الاثنين ما يعتبروش ابطال خارقين، ده الفيلم اللي بيدخلنا فعلا في بوابه الابطال الخارقين. وانا بصراحه كنت متحمس له ودخله بتوقعات قليله جدا، خصوصا ان النهارده بالذات انا داخل بعد المقلب اللي حصل فيا امبارح. رحت السينما عشان اتفرج عليه، لقيتهم بيقولوا لي في مشاكل في عرض الفيلم، واللي موجود حاليا هو باقي افلام العيد. فاخترت ان انا اتفرج على فيلم بابا ولا امير كراره، وعملت عليه مراجعه هتلاقيها في الفيديو اللي قبل ده على طول. لو مهتم يعني تشوفها او تعرف هل تخش الفيلم ولا لا، ممكن رأيي يساعدك. المهم نخش على فيلم تاج يا معلم. هديك بسرعة نبذة عن القصة. الفيلم بيتكلم عن اتنين توأم، واحد اسمه تاج وواحد اسمه هارون. الاتنين بطريقة عبيطة جدا جدا بيحصلوا على قدرات خارقة. تاج بيستخدم القدرات دي في انه يطور نفسه، انه يكون قوة خيل للبشرية ويتحول لبطل خارق ينقذ الناس. بنخد رحلة بقى البطولة بتاعته من الصفر لغاية ما بيتطور. اما اخوه فبيتعرض لأزمات ومشاكل في حياته، والقوة الخارقة دي بتغريه انه يعمل حاجات تحوله لشرير، وتتوالى الاحداث على كده. عشان اكون صريح معاكم، انا مش عارف ليه تامر حسني لغايه دلوقتي مصمم ان هو اللي يكتب افلامه بنفسه. يعني هو فنان شاطر جدا، ممثل حلو ومغني ممتاز، بس الاهم من كل ده انه عنده كاريزما وقبول على الشاشه. تامر حسني هو المغني الوحيد في مصر اللي قدر ينجح سينمائيا ويستمر على النجاح ده على مده 20 سنه مثلا. مفيش مغني في مصر عملها غيره، واللي نجحه اصلا مش هو بس التيم اللي معاه، الناس اللي بيختار يشتغل معاهم. تامر حسني كويس قوي في افلام الرومانسي الكوميدي، وانا بعشق الفئه دي بالخصوص، وهو نفسه بيعرف يعملها كويس، بيعرف يختار البطلات صح، والمخرجين اللي بيعملوا له الفيلم بيطلع بشكل حلو ظريف. بس من ساعة فيلم بحبك وانا حاطط عيني عليه، لان الفيلم ده كان من بطولته واخراجه وتمثيله، والفيلم كان واحد من اسوأ الافلام اللي شفتها في حياتي، مع احترامي طبعا لتامر حسني وجمهوره والناس اللي حبت الفيلم ده. فيلم تاج نفس الكلام على مستوى السرد والكتابه. الفيلم وحش جدا يا اخوانا، الحوارات ساذجه بشكل مبالغ فيه. الاعتماد على الافيهات الجنسيه كان بغرض انها ماده تجذب الجمهور، مش افيهات كرييتيف. بالعكس كنت بشوفها فجه وايحائيه بشكل يقرف، ما اكدبش عليك. يعني انا ممكن اقول لك نكته ديرتي او نقطة للكبار فقط، بس فيها تويست، فيها تلاعب بالكلمات، او تقدر تعمل لها اسقاط على حالة من المجتمع، حاجة بيمر بيها ناس كتير جدا تقدر تطلع منها افيه. اما هنا فالنكت الجنسية بغرض الجنس فقط، وعشان تشتت الجمهور عن الكوميديا الميتة اللي موجودة طول احداث الفيلم. ليه الكوميديا ميتة؟ لانها قديمة، قديمة بشكل مبالغ فيه، زي رياكشن دينا الشربيني وهي بتحول وهي بتشوف تامر حسني بيستعمل قدراته لاول مرة، او لما تامر حسني بيعطس فبنطلونه بيقع. دي مش كوميديا مش بس طفولية، بالعكس تحسها طالعة من حلقات توم وجيري او مسلسل لوني تونز اللي كان بيتعرض في الستينات وكنا بنتفرج عليه واحنا اطفال صغيرين. على مستوى السيناريو فمش واقعي بجنيه، حاجات بتتقال في الفيلم المفروض ما تتقالش على ارض الواقع. المشاهد الدراميه فيها شويه حكم عنب طالعه من منشورات الفيسبوك، محطوطه خارج السياق، وبدل ما تعيشك اللحظه بتخرج بتقول في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين؟ اقسم بالله بدون مبالغه كنت احيانا بحس بالاحراج وانا بتفرج عليها، اللي هو السكند هاند امبارسمنت. تشوف موقف غريب جدا او حد من الشخصيات بيقول حاجه ساذجه قوي لدرجه اني بتحرج وبقول هو انت بتقول ايه يا صاحبي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ الكتابه في الفيلم كانت رديئه والاحداث ما كانتش منطقيه. احيانا مع تطور الاحداث بتحصل ثغرات في الحبكه، البطل بينط من مكان للتاني، فبتسال نفسك سؤال، هو البطل بيعمل ايه هنا؟ او ازاي جه هنا اصلا؟ اداء دينا الشربيني وتامر حسني كان حلو، بس اداء عمرو عبد الجليل كان هو مرساه النجاح في الفيلم ده. عمرو عبد الجليل تحفه يا اخوانا، في كل مشهد بيطلع فيه بيقتلني ضحك. الراجل كان عاده وجوده لطيف جدا على الشاشه، واسلوبه التلقائي اللي هو مبدع فيه سواء في الحقيقه او في الافلام كان بيقدر يطلع منه ضحك خام، ضحك من اللي احنا متعودين عليه منه من ايام فيلم كلمني شكرا. اسلوب قصف الجبهات والغباء المفتعل اللي هو ناجح فيه جدا. باقي الممثلين زي هاله فاخر طبعا ادائها كان حلو جدا بما يليق بالدور اللي هي محطوطة فيه. الدور ما كانش بيتطلب اداء عبقري او اداء اوسكاري اصلا، عادي فيلم كوميدي حلو شغال. اللي ضايقني وحسيت ان الفيلم مقتبس منه بشكل كبير هما فيلمين، فيلم ديدبول وفيلم شازام. وتامر بيعود نفسه على قدراته، نفس السيكونس او المشاهد دي تحس انها طالعة بالظبط من فيلم شازام، او على الاقل واخدينه مرجع ليهم، بس للاسف كانت طالعة بلاند بدون نكهة، ما فيهاش احساس انك بتشهد رحلة البطل من الاول وبتشوف اخطائه وبتتعلق بيه. لان على عكس شازام
تامر تمكن من استخدام قدراته من اول محاولة تقريبا، اما شازام قعد تلت ساعة بيتدرب في الفيلم على قدراته بس، وبيرفع على اليوتيوب والناس بتندمج معاه وانت نفسك بتندمج معاه وبتحس ان انت بتشهد بطل خارق من العصر بتاعنا مش قديم. اما ديدبول فكان مقتبس منه الكوميديا الديرتي اللي كانت عمرها ما هتنجح حتى من الاعلان نفسه وانت شايفها كرنج او مش حاسسها، لان ديدبول من الاول فيلم معمول للكبار فقط، معمول من غير قيود، محطوش حدود عليه، فكانت الكوميديا اللي بتطلع منه كوميديا تلقائية، كوميديا كرياتيف، زي مثلا لما ستيل ضرب ديدبول وكسر كل عظمة في جسمه، فديدبول ضربه في منطقة حساسة وتلاقها صلبة فقال له زوجتك المسكينة، او ديدبول وهو بيتخانق مع كيبل قال له ايه ده انت ليه مظلم قوي كده، هو انت طالع من افلام دي سي ولا ايه. ديدبول كان عبقري في استغلال المينستريم، تحسه دايس قوي في الترندات، عارف ايه اللي بيدور في المجتمع اللي حواليه، بيقدر يطلع لك حتى عيوب صناعة الافلام الابطال الخارقين في هوليوود. فكانت الكوميديا بتاعته تلقائية عفوية حلوة جدا، تقدر تضحك عليها من قلبك وتحسها. اما هنا فعشان الفيلم ده مقيد بفيلم لكل العائلات لكل الفئات السنية، فكانت الكوميديا مفتعلة وكان بيحاول يخفف الافئات الجنسية على قد ما يقدر عشان في نفس الوقت الفيلم ما يتمناش والعائلات ما تنفرش منه. هو باختصار حاطط الافئات دي عشان يجذب الكبار او تكون عشان زي جسر يبرر الكوميديا الساذجة الكرنجية الطفولية اللي بيعرضها في باقي احداث الفيلم. الافئات الجنسية لو سمعها الكبار مش هيضحكوا عليها والاطفال نفسهم مش هيفهموها، اللي هي عاملة بالظبط زي ايه، انا هديك حتة توم وجيري انا عارف ان الحتة دي مش هتضحكك بس اتقل عليا ابنك الصغير هو اللي هيضحك، كمان دقيقة بالظبط هرميلك افيه جنسي ممكن يجيب معاك وممكن لا. هو بيلعب على الحتة دي، مش واثق في نفسه، مش واثق في الكوميديا اللي بيقدمها. النهاية كانت متكروتة بشكل مبالغ فيه، شرير الفيلم ده ما كانش شرير لان شرير الفيلم ده هو نفس البطل اللي بيقوم بيه نفس الممثل اللي هو تامر حسني، وعشان تعمل شخصية وعكسها في نفس الفيلم بطل وشرير لازم يكون الممثل اللي بيقوم بيها ممثل قوي، ممثل متملك من نفسه، يقدر يقنعك في دور البطل ويقنعك بدور الشرير، تعبيرات وشه بيعرف يتلون فيها وبتقدر تشوف شخصيتين في الفيلم مش شخصيتين بيقوم بيهم بنفس الممثل. الفرق ما بين تامر حسني البطل والشرير في الفيلم ده هي عيونه الملونه بس، اداء اوفر جدا 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 كشرير، شرير كرتوني مفيش اي بناء شخصيه بجنيه، ما طلعش ولا اتحضر له من اول الفيلم، فانت مش حاسس بخطورته ومش قادر تتعاطف مع دوافعه او حتى تكرهه او تحسه خطر على البطل. هنا بيجي اهم سؤال في دماغي، ليه ما جبتش ممثل يقوم بدور الشرير ممثل قوي؟ ايه الفكره في انك تعمل شخصيتين في نفس الفيلم؟ هل الفيلم ده كان فيه مجهود؟ تامر حسني قدم مجهود في الفيلم ده كبير جدا، ما كانش معتمد على نجوميته، بالعكس كان بيحاول يتحدى نفسه في انه يعمل فيلم يليق بكل الجمهور مش جمهوره بس او فانزاته بس. انا شايف اجتهاده، شايف انه اشتغل كتير قوي على نفسه في الفيلم ده، شايف تعبه، شايف محاولاته في انه يعمل لنا حاجه على الاقل تكون خطوه اولى او بوابه تدخلنا في عالم الابطال الخارقين. بس الكتابه في الفيلم تفصل اي حد يا اخوانا، او تفصل على الاقل الناس اللي زيي، الناس اللي هما منغمسين قوي في السينما الاجنبيه، اللي بيحبوا قوي فئه الابطال الخارقين، اللي حضروا اداءات وقصص عظيمه جدا بيعملها الاجانب وبيعملها برضو المصريين زمان. انا اهم حاجه بالنسبه لي في الفيلم هي القصه، لو قصه سيئه ما بقدرش ابص على التمثيل والاخراج، اللي بالمناسبه اخراج الفيلم ده من ساره وفيق كان تحفه بالمعنى الحرفي للكلمه، قدرت تطلع الفيلم باحسن صوره ممكنه، مفيش اي عيوب شفتها خالص من اخراجها. واللي حابب برضو اتكلم عنه واقول انه حلو قوي كانت المؤثرات البصريه يا اخوانا، المؤثرات البصريه كنت داخل الفيلم ده وانا شاكك انها تطلع عادية او متوسطة او هعديها، بس كانت حلوة بشكل مبالغ فيه، ما حسيتش نهائي انها فيك او مزيفة، بالعكس اقدر اقول بثقة كبيرة جدا جدا، ودي انا كنت مستغرب اللي انا هقولها على فيلم مصري اصلا، ان المؤثرات البصرية في فيلم تاج احسن بكتير من 3/4 المؤثرات البصرية في فيلم فلاش. المؤثرات كانت حلوة لانها ذكية، كانت محطوطة صح، ما اعتمدوش عليها كتير، اللي اشتغل على المؤثرات البصرية كان عارف امكانياته كويس وعارف حدوده فين، انا هقدر اعمل ده فهعمله، مش هقدر اعمله فهعمله بطريقة تانية او بشكل مختلف بشكل ما يضايقش اللي بيتفرج. لا الشغل كان نظيف جدا، كان نيت متقفل كويس قوي، وده اللي كان مطلوب اصلا، فشابول اللي اشتغلوا على المؤثرات البصرية. ورغم كل السلبيات اللي انا قلتها ده، الفيلم انا خرجت منه ما اتضايقتش، ما ندمتش على التذكرة اللي دفعتها، بالعكس حابب جدا اللي انا شايف فيه تطور ملحوظ في السينما المصرية، التطور ده تطور بصري على مستوى المؤثرات البصرية، التنفيذ نفسه حلو، بس على مستوى القصة فللاسف احنا محتاجين ناس بتعرف تكتب سيناريو، محتاجين ناس بتعرف تدير قصه صح، لان انا اللي شفته ده يعني ما ينفعش اشوفه من فنان بحجم تامر حسني، جو اقلب واجري واحشر كام افيه على امل ان الناس هتضحك على الافيه ده، لو ما ضحكتش على الافيه اللي قبله ده جو علي ربيع، جو الافلام اللي هي حرفيا مش عارف اقول عليها تجاريه، هي افلام نفسي تنقرض من السينما المصريه، يعني افلام ميته، افلام بشعه، افلام
خدت السينما المصرية واخرتها سنين لورا. طبعا مشكور على مجهود تامر حسني، بس بالله عليك لو ناوي تعمل فيلم تاني لتاج او جزء تاني، حاول تجيب سيناريست ومؤلف شاطر، صدقني هينقلك نقلة تانية، صدقني الجمهور بجد هيطلع يسقف لك، لان انت فعلا باين عليك اللي انت حابب الموضوع ومبسوط وانت بتعمله، فتقدر تطلع منه عظمة. دي مش اخر امكانيات تامر حسني، يقدر يعمل احسن من كده بكتير. عشان كده بدون رغي كتير او رغينا بما فيه الكفاية، تقييم الفيلم تاج هو 7/10. هل اشجعكم تخشوه في السينما؟ اشجعكم تتفرجوا عليه، الفيلم حلو ويتشاف، لذيذ جدا ان انت تتفرج عليه في فترة العيد، هو وفيلم بيت الروبي. بس كده معلم، قول لي انت رايك في الكومنتات، ومتنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو على الانستا، هتلاقيه في وصف الفيديو. وبيس.